بعد 15 شهر تدخل قضية أسرى الجيش اللبناني المحتجزين لدى جبهة النصرة في مراحلها الأخيرة بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي بين الحكومة اللبنانية وجبهة النصرة بوساطة قطرية، فيما تحدثت مصادر خاصة من الجبهة عن وجود عثرات أدت إلى تأخر الانتهاء من تنفيذ الاتفاق بشكل تام. نتابع التقرير ونعود للنقاش. وسط تكتم شديد تمر مفاوضات التبادل بين جبهة النصرة والحكومة اللبنانية في مراحلها الأخيرة برعاية قطرية، تتقاطع المعلومات حول بدء وصول العسكريين اللبنانيين 16 إلى لبنان، إلا أن ما بدأ يتسرب من معلومات حتى اللحظة هو انقسام العساكر اللبنانيين إلى 3 مجموعات، قيل إن الأولى وعددهم 5 أصبحت في عهدة مخابرات الجيش اللبناني، أما الثانية فما زالت مع الوسيط القطري، والأخيرة مع جبهة النصرة. الجانب اللبناني أكد من جانبه التزامه ببنود الاتفاق الموقع مع النصرة، والذي يتضمن إطلاق سراح 16 موقوفا هم 10 سوريين ولبناني و5 نساء على رأسهم سجد دليمي الزوجة السابقة لزعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي وجمانة حميد وهي لبنانية من عرسال أوقفت من قبل الجيش اللبناني في شباط عام 2014. كما تناقلت مصادر مطلعة أنباء تحدثت عن وصول حوالي 20 معتقلا لدى نظام الأسد إلى الأراضي اللبنانية بحضور الوسيط القطري، وقيل إن الجبهة أضافتهم لبنود الاتفاق. كل المعلومات الواردة حتى الآن لم تلقى أي تأكيدات رسمية لا من الجانب اللبناني ولا من النصرة، في حين تبقى عراقيل تقنية بحسب المسؤولين عن الملف هي التي تؤخر إتمام الصفقة حتى الوقت الحالي. أما ما قيل عن وصول المساعدات الإنسانية فقد أكد ناشطون أن رتلا من الشاحنات انطلق من منطقة اللبوة وهي حاليا متوقفة عند مدخل عرسال. وبالعودة للحديث عن تفاصيل صفقة التبادل، فقد انتهى الأطراف للالتزام بالبنود التالية كشرط لإتمامها، أولها وقف إطلاق النار في عرسال وفتح ممر إنساني باتجاه مخيمات جرود عرسال ونقل الجرحى إلى مستشفيات بيروت أو العلاج في الخارج. ملف فتح منذ 15 شهرا ينتظر أن يتم إغلاقه في الساعات القادمة، كما ينتظر أن يعود نفعا على أهالي المخيمات خاصة الموجودة منها في منطقة وادي حميد وما حوله. ينضم إلي توني بولس مراسل أورينت نيوز من بيروت عبر الأقمار الصناعية، وتوني أبي نجم كاتب صحفي أيضا من بيروت عبر الأقمار الصناعية. أهلا بكما. أبدأ معك توني، بداية الأخبار متضاربة جدا عن ما يجري في موضوع تنفيذ الاتفاق الذي جرى بين الجيش اللبناني وجبهة النصرة، ما هي آخر المعلومات المؤكدة المتوافرة لديك؟ نعم، يعني هي العراقيل العديدة حالت دون إتمام الصفقة التي كان مزمع أن تتم خلال هذا اليوم، إلا أن التفاؤل لازال قائما، فالبنود أو العناوين الرئيسية لا تزال قائمة بين الطرفين، فالاتفاق الأساسي هو على تبادل والأسماء أصبحت بين الطرفين مقبولة، فالجانب اللبناني التزم بأسمائه التي هي وصل إلى 16 اسما، 11 اسما من سجن الرومي إضافة للنسوة الخمسة. الجيش اللبناني أو الأمن العام اللبناني استلم من الجانب النظام السوري 25 اسما تمت الموافقة عليهم من قبل جبهة النصرة، فهذه الأمور الأساسية أصبحت جاهزة للتبادل بأي لحظة. إنما شابت هذه الصفقة عراقيل عديدة أبرزها وهي عبارة عن 3 نقاط رئيسية. النقطة الأولى هي موضوع الجرحى، فجبهة النصرة اشترطت على الجانب اللبناني أن تسلم الجرحى وتحديدا الجرحى الذي ذوي الاحتياجات الخاصة نقلهم إلى تركيا. هذا الأمر الذي رفضه الجانب اللبناني باعتبار أنه لا يستطيع أن يمر على الجانب التركي في هذا الإطار. النقطة الثانية هي تتعلق بالمواد الغذائية، وخاصة أن المخيم اللاجئي في منطقة عرسال عانى كثيرا في مراحله الأخيرة. طيب بس توني سؤال هون، إذا بتسمع من الناحية الغذائية وصلت. نعم، عم بتقول بأنه موضوع الجرحى وإرسالهم إلى تركيا، بس هو اليوم المفروض هو يوم التنفيذ وليس يوم الحديث باتفاقات جديدة، يعني المفترض بأنه الاتفاقيات تم الحديث عنها سابقا واليوم هو يوم التنفيذ، أم أنه هو شرط جديد ضافته جبهة النصرة؟ صحيح،
يعني ربما هذه من النقاط التي لم تكن واضحة في لدى يعني اتمام الاتفاق، فكانت عسرة في هذا اليوم، حتى أن الوفد القطري أو من هم وسطاء القطريون غادروا أرسال بعض اليوم. هو ليس وسيط، هي مجموعة من الأشخاص ينسقون مع المخابرات التركية، وهؤلاء اليوم غادروا بعد الظهر مع أرسال على أساس على أن يعودوا يوم غدا، مما يشير إلى تأجيل هذه الصفقة إلى غدا. لأعود إلى النقاط، يعني كنا ذكرنا النقطة الأولى هي موضوع الجرحى، النقطة الثانية هي المساعدات الغذائية، حيث أن ربطة الخبز وصلت في مخيمات أرسال إلى 5000 ليرة لبنانية، يعني أي ما يوازي 5 أضعاف قيمتها الحقيقية، وفي ظل معاناة شديدة يعانيها أهالي المخيم الذي يبلغ عدده أكثر من 15000 شخصا. فجبهة النصرة تصر على أن المساعدات يجب أن تصل إلى نقطة متقدمة تعبر وادي حميد. الجانب اللبناني عندما استخدم القافلة أوقف عند معبر وادي حميد ولم يستطع الإكمال بها، اعتبرتها هذا الأمر جبهة النصرة أنه تقصير أو أنه عدم التزام من الجانب اللبناني. النقطة الثالثة التي سببت بتعرقل المفاوضات هي ملف الشيخ مصطفى الحجيري الذي طرح لإعادة يعني للمعالجة، يعني أو سيطرح غدا عندما يعود الوسطاء القطريون إلى منطقة جود أرسال، حيث ينسقون هذا الأمر بين جبهة النصرة والسلطات اللبنانية. الآن طيب يتم الحديث عن أنه في جزء من العسكريين وصلوا فعلا إلى لبنان ولا لسه ما وصل حدا؟ يعني طوال هذا اليوم كان هناك معلومات كثيرة على يعني شابت هذا الموضوع، منهم من قال أن عبرت الحدود اللبنانية، ومنهم من قال أنه الواضح الآن أن هناك تكتم شديد على هذا الموضوع من ناحية، ومن ناحية أخرى على ما يبدو أن يعني الجانب اللبناني لم يتسلم شيء أقله بشكل رسمي، حيث لم يتم الإعلان عن هذا الأمر لا من جانب الجيش اللبناني ولا من جانب ولا حتى الأمن العام اللبناني. هناك تسريبات تقول أن عدد ضئيل من العسكريين قد عبر الحدود اللبنانية، والعدد الباقي لا يزال يعني تحت رعاية جبهة النصرة حتى الساعة، ولكن هناك تسريبات أخرى أيضا تقول أن العسكريين 16 لا يزالون في يد جبهة النصرة. طيب ماذا عن جمانة حميد والحديث أنه مرة بيقولوا هي موجودة من ضمن الصفقة ومرة بيقولوا لا؟ الواضح والشبه المؤكد أن جمانة حميد وعلا وكافة الأسماء الخمسة التي تم نشرهم وزوجة البغدادي هم من ضمن الصفقة، ولم يتم إخراجهم من الصفقة حتى الساعة. نعم طيب برجع لك توني، حتى الساعة لا تشير للمعلومات. الصفقة تشير إلى أن هناك 11 سجينا لبنانيا من الإسلاميين يفترض إفراج عنهم، 9 كانوا موجودين في سجن رومي، وأحد في سجن ريحاني في بعودة، وآخر في سجن زحلي، وإضافة للنسوة الخمسة التي وعلى رأسهم سجى الدليمي. نعم حضرتك موجود بالمكان اللي معتصمين فيه أهالي العسكريين، رح أرجع لك بعد شوي إذا في حدا حابب يحكي شيء. بنتقل لإلك أستاذ توني أبي نجم، كيف تقرأ المشهد الآن؟ عمليا كنا اعتقدنا منذ الأمس وكأن الموضوع انتهى، للأسف عمليا هذا الموضوع بشقه الإنساني طال كثيرا أكثر من 15 شهرا. أعتقد أن من حق العسكريين الأسرى ومن حق أهلهم أن يتم الإفراج عنهم وأن يتوقف استعمالهم كسلعة، ولكن ما حصل في اللحظات الأخيرة اليوم وبعدما وردتنا معلومات عن أن بدأت عملية التنفيذ اللوجستية، أن جبهة النصرة أضافت بعض الشروط الإضافية التي عرقلت عملية التنفيذ أو فلنقل أجلتها لأن المفاوضات لم تتوقف، وبالتالي أعتقد أن من مصلحة الجميع إنهاء هذا الملف الذي له أكثر من بعد إنساني، بعد إنساني يتعلق بالعسكريين اللبنانيين وأهلهم، بعد إنساني يتعلق بموضوع مخيم اللاجئين في جرود عرسال. أعتقد أن من مصلحة الجميع إنهاء الملف، ولا داعي لأحد لأن طيب يزيد من شروطه ومن مطالبه. طيب بشكل كيف تقرأ الشروط اللي العملية تعرقل الموضوع مشانه مثل ما ذكر توني مراسلنا توني بأنه موضوع نقل جرحى ذوي يعني الإعاقات إلى تركيا، موضوع إيصال المساعدات الغذائية إلى ما بعد وادي حميد، وموضوع الشيخ مصطفى الهجيري؟
يعني معلوماتي تختلف عن معلومات زميلكم توني بولس. معلوماتي تقول أن الخلاف هو بشكل أساسي حول ملفين، صحيح ملف الشيخ مصطفى الحجيري، والشق الثاني متعلق بتأمين ممر آمن ما بين مخيم اللاجئين وجرود عرسال حيث تواجد المقاطعين، ممر دائم للآليات وبشكل دائم، وبالتالي وأيضا ممر باتجاه خارج عرسال. وبالتالي هذا الموضوع ما لا يمكن حتى للقطريين وللواء عباس إبراهيم أن يتعهد به. كان الاتفاق على إبقاء ممر آمن للمشاة وهذا كان تم الاتفاق عليه. أما بالنسبة لموضوع الجرحى وموضوع المساعدات الإنسانية فلا أعتقد أن كان ثمة إشكال حول الموضوع. طيب ولكن منطقيا يعني هيك نوع ليس من مصلحة أحد عرقلة الموضوع اليوم. طيب هلا هو في تضارب كبير جدا بحقيقة ما يجري وشو البنود بموضوع المفاوضات وشو اللي صار لحتى توقف التنفيذ الآن، بس منطقيا لما بيكون في طرفين متفاوضين هل ممكن يطرحوا على الطاولة شروط بهال يعني بتحتاج لآلية تنفيذ وبتحتاج لدراسة لتنفيذها باللحظات الأخيرة؟ صحيح هذا ما حصل، وهذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك. في مرات سابقة حصل الأمر أيضا حيث تم إضافة شروط جديدة، وفي مرات أيضا لا أخفي أن ثمة شروط كان يتم محاولة إدخالها من بعض الجوانب اللبنانية، لا أقول من الجانب اللبناني الرسمي، ولكن ما حصل اليوم أن جبهة النصرة بشكل واضح حاولت إضافة الشروط في اللحظات الأخيرة في محاولة لفرض معادلة جديدة بعدما أنه الأهالي كلهم انوعدوا بخروج العسكريين وبعدما أشيع من أجواء إيجابية. وأكرر هذا الموضوع مسيء لمن يعرقله. طيب ولكن هل حضرتك متأكد من هالمعلومات أستاذ زلطوني؟ يعني في ظل التضارب بهالمعلومات، معلوماتك مصدرها له علاقة وثيقة بهالملف؟ معلومات لها علاقة وثيقة بطبيعة الحال، ولكن أقول إن الطرفين الوحيدين المخولين إعطاء معلومات بشكل رسمي هم الأمن العام اللبناني واللواء عباس إبراهيم وهم أي متحدث رسمي باسم جبهة النصرة. يعني هم عم ينفوا كل شيء. نحن كصحفيين فلنقل رجاء أنا ألتزم بما قاله اللواء عباس إبراهيم لناحية أن العملية لم تلغى، أن المفاوضات مستمرة، وأنا على يقين أن ثمة وسطاء لا يزالون موجودين حتى الساعة في عرسال، وبالتالي لا يجب أن نقطع الأمل من الموضوع. على العكس أعتقد أن محاولات شد الحبال التي تجري في اللحظة الأخيرة ليست أكثر من شد حبال، وأعتقد أن الجميع مقتنعون بضرورة إنهاء الملف في أسرع وقت ممكن، وأمل أن يكون هذا الوقت خلال الساعات القادمة. يعني ما حدا بيقدر يحدد عدد الساعات، ولكن كلنا أمل بأن النية موجودة لدى الطرفين لإنهاء الملف. جبهة النصرة تعرف كم تجاوب الجانب اللبناني معها، يكفي أن نشير إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية رئيس تمام سلام ألغى سفره إلى باريس غدا للمشاركة في قمة المناخ وبقي من أجل متابعة هذا الموضوع من أجل وصوله إلى خاتمته السعيدة. هذا ما نأمله كلبنانيين وهذا ما نرجوه بعد كل العذاب الذي عانيناه جميعا في موضوع الأسرة، وأعتقد أن جبهة النصرة لديها مصلحة أيضا في إتمام الموضوع. ما صحة ما يتم يعني الحديث عنه بشكل قليل ولكن عن أنه حزب الله ممكن يكون هو دخل على الخط بموضوع تنفيذ الصفقة اليوم بحديثه عن أسرة لديه أيضا؟ يعني يمكنني أن أجزم أن حزب الله اليوم لم يتدخل، ربما حاول في مراحل سابقة من المفاوضات التدخل، ولكن يمكنني أن أجزم أن اليوم لم يتدخل. وبالتالي عندما وصلنا إلى التنفيذ النهائي وبداية العملية اللوجستية للتنفيذ حزب الله لم يتدخل. لا أريد أن أتحدث عن الأيام الماضية لأن عملية انتهينا ووصلنا إلى لحظة التنفيذ، والعرقلة للأسف حصلت من جانب جبهة النصرة، وأتمنى أن يعودوا عن مطالبهم الغير قابلة للتحقيق. نعم برجع لك توني بولوس، موجود معك مجموعة من الأهالي إذا بيحبوا يقولوا شيء تفضل. صحيح معي الشيخ عمر حيدر يلي هو ناطق او متحدث باسم الاهالي حتى يحكينا عن اخر الاجواء اللي وصلت لهم ووضع الاهالي بهالاثناء.
طبعا اللي حكيناه بالصباح الفتره الصباحيه استنى على ما نحن بس، ولكن طرأ جديد انه بيان اللواء عباس ابراهيم اللي اوضح فيه انه المفاوضات ما زالت مستمره، ما في فشل للمفاوضات وما زالت مستمره المفاوضات ان شاء الله بايجابيتها، ولكن يمكن تعرقل بعض الامور اللي صارت بعد المطالب التعجيزيه، ولكن المفاوضات ما زالت مستمره. نحن بنبشر الناس والاهالي والشعب اللبناني ان شاء الله رب العالمين المفاوضات على ما هي مستمرة، ولكن بدأ شوية وقت. ممكن مثلا تتأخر 24 ساعة أو ربما أكثر. ما فينا نحدد وقت معين للتأخر اللي عندها، بس ولكن المفاوضات ما زالت مستمرة، ونحن بنتقيد كأهالي ببيان اللواء عباس إبراهيم، وأي شيء من وسائل الإعلام بدأ تاخده رسمي عبر اللواء عباس إبراهيم فقط، لا عن فلان ولا عن علان، لأنه تغلطت الآراء وتغلطت الأخبار وكثرت بكثرتها ضاعت الأهالي. وتعرف انت الاهالي اليوم اعصابهم عم تحترق لحظه بلحظه، اي خبر بيجي بيتمسكوا فيه اي كذا، مشان هيك نحن عم نتمنى على وسائل الاعلام انه ما تصدر عنا اي خبر غير رسمي يعني غير موجود عن خرج من سعاده اللواء عباس ابراهيم او الحكومه اللبنانيه. ومن هون نحن كمان من هذه القناه من ناشد الدولة الإسلامية، تنظيم الدولة الإسلامية على تحريك هذا الملف، كمان أهالي أمهات محترقة أعصابها، أمهات عم تتمنى عليهم أنه يحركوا الملف، يردون أبنائهم، يعملوا بأخلاق الإسلام والمسلمين، برد الأسير إلى أهله، برد الفراخ إلى أمها. هذه القناة صوتها مسموع، وإن شاء الله رب العالمين نحن نعرف أنه هذا الكلام حيوصل، وإن شاء الله حيعملوا بهذا الموضوع. يعني انتم حكى في معلومات عم تنحكى انه في تواصل او في امكانيه دمج ملف حتى العسكريين لدى جبهه نصره مع ملف اللي موجودين عند الدوله الاسلاميه، هل في شيء او في تاكيد على هذا الموضوع؟ حتى هذا الكلام ما في شيء رسمي منه ابدا. ما في شيء رسمي وما وصلنا اي معلومه لدمج الملفين مع بعضهم، المعلومه انه ان شاء الله ملف نصره موجود وعلى نهايته والمفاوضات مستمره فيه بغض النظر عن بعض العرقلات اللي وصلت. يعني العرقلات يعني مش بتشوفوا سببها، يعني اليوم العرقلات عم نشوف انه صار في اتفاق على اشياء رئيسيه اتفق عليها يعني من الجانبين، ولكن صار في عقبات صغيره وقابله للحل، ليش لهاللحظه وليش اليوم يعني بموعد التسليم او تنفيذ الصفقه ما ظهرت العرقلات؟ نحن بنعرف بكل المفاوضات لابد باخر المطاف ما نوصل لبعض العرقلات، وهذه صارت منها هي اول مره، صارت عده مرات، وان شاء الله بنقول هذه اخر مره باذن الله، واملنا بالله عز وجل ثم بالمفاوضات اللي عم بيتبناها اللواء عباس ابراهيم انه تنتهي على خير ان شاء الله وباقرب وقت ممكن. يعني اجواء التفاؤل لا زال قائمه يعني طوال هذا الوقت رغم هذه العرقلات، يعني كان الاهالي معودين انه اليوم ممكن تحل ويطوى هذا الملف نهائيا، على ما يبدو ان اليوم صار مستبعدا يعني التاجيل الى غد، والاهالي ينتظرون الى يوم غد، ربما يكون غدا يوما حاسما في هذا الموضوع. شكرا لك توني بولس مراسلنا من بيروت، وسنبقى معك لحظه بلحظه في حال جد اي جديد، واشكر توني ابي نجم كاتب صحفي من بيروت عبر الاقمار الصناعيه. ختام هنا سوريا، إلى اللقاء.